كام حد اتحط في الموقف ده انه يبقى مخزن الهدوم الشتوي، بيجي يطلعها يلاقي الحاجات بقى مفروله، الجلد بايظ، مشقق، الفروه مش عارفه ايه، هدوم صوف العته اكلتها، مش عمال يقول لي ايه هي العته بس هنشوف دلوقتي. لكن ازاي نخزن هدومنا الشتوي بطريقه مظبوطه وما نيجي نطلعها عشان نستخدمها تاني نلاقيها كويسه وما صابهاش اي يعني اذى ولا باظت ولا جرى لها اي حاجه. تعالوا نعرف النهارده اكتر. وبيسعدنا وشرفنا استاذ الدكتور وهاد سمير، استاذ تصميم ملابس والحلي بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه والفائزه بالمركز الثاني على الجمهوريه في المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه. صباح الفل. صباح الجميل. منوره يا دكتور، اهلا بيك. كل سنه وانت طيبين. منوره يا دكتوره وحضرتك طيبه. ربنا يخليك، كل سنه طيبين. انا عايز اسال حضرتك في البدايه، هو ايه يعني ايه تخزين؟ يعني احنا اوقات يعني اخرنا يعني بنطلع مثلا الصيفي في الرف اللي فوق وننزل الشتوي عشان بس يبقى ايه، يبقى بنطوله بايدينا، لكن فكره التخزين يعني شويه مفتقدينها يعني. وساعات لو حد عنده يعني مكان كبير بيخزن فيه كل حاجه ما يسمى بالدريسنج يعني ولا حاجه، بيبقى خلاص هي ده الصيفي بتاعه هنا وده الشتوي بتاعه هنا، ما عندناش فكره تخزين. طيب خلينا نقول للناس اللي ما عندهاش اماكن واسعه. ايوه. لان هي دي النسبه الاكبر. طبعا. فاحنا زي ما بنقول بنشيل الحاجات بتاعتنا الشتوي زي ما حضرتك قلت، بيحطوها فوق بينقلوها كل شويه. أيوة. بس ازاي ان انا اشيلها؟ مش بس ان انا احطها على شماعه، اولا حطت الجواكت على الشماعة لازم تكون الشماعة خشب مفرودة، ما تبقاش اللي هي البلاستيك. لازم الجاكيت يكون محطوط متوضب، ما حطوش كتف مايل اليقة مش معدولة لان هو بيتخزن شهور. فهيثبت لو على شماعة مش كده؟ بالظبط. اه لو على شماعة يفضل الجواكت والبلاطي تكون على شماعات ما تتطبقش وتتشال. احنا بنتكلم على اللي ما عندوش مكان، يعني هو الدولاب بيبقى يا دوب ساع الشتوي بالعافيه او الصيفي بالعافيه بقدر الامكان. هم لما بيتخانقوا هم دايما على المكان اللي بيتعلق فيه الحاجات، هي هي شايفه ان حق مكتسب ليها ان هي تعلق الفساتين. طبعا الراجل مش مكان يعلق حاجه. طب ما يطبقهم يا دكتور. طب ما يطبق، ايه المشكله؟ ليه يعلق ما يطبق؟ هو يطبق والبدل تتطبق مش مهم. لا هو علشان النسيج نفسه بتاع القماش، وعلشان حسب نوع، لو جلد ما ينفعش يتطبق هيتشقق وهيبوظ، ولو فرو برضه ممكن يحصل فيه مشاكل. الجواكت الصوف او الخامات التانية دي اللي ممكن تتطبق، بس بتعوز ان هي تطلع تتهوى من قبليها، ولازم لما تتطبق تتحط في زي كياس مقفوله. حسب نوع الخامه بنحط في الكيس، مش لازم يبقى بلاستيك، ممكن ابقى قماش. الكيس اللي بخزن فيه هو اللي يبقى قماش ده افضل من الكيس البلاستيك؟ بالظبط، لان في انواع بتتفاعل، النسيج نفسه بيتفاعل مع البلاستيك، فتيجي تطلعيه تلاقيه ليه ريحه. أيوة. تلاقي ممكن الجلد مثلا بدا يفرول، لقينا شق كده في الجلد فيبتدي يبوظ. احيانا يعني يا دكتور انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، يعني حضرتك ده لو انا مثلا حطيت مثلا قميص ابيض في في في, في شنطه لونها احمر وسبتها ست شهور سنه، اوقات بحس ان اللون بتاع الشنطه نضح على صح كده ولا لا؟ هتلاقي الابيض اصفر، يا اما هتلاقي خد الدرجه دي لتفاعل درجات الحراره، ودلوقتي احنا الجو عندنا درجه الحراره زادت فيها قوي ما بقتش زي الاول. ايوه. فبالتالي درجات الحراره دي بقت بتاثر على الصبغات بتاعه الاقمشه، لان يعني برضو الصبغات بتاعه الاقمشه ما بقتش زي زمان بتعيش. غالبيه اللبس دلوقتي بتاع الاول لا، حتى بتلاقي دايما في لون في الغساله. تعرفي على طول ان اللون حتى لو متثبت بس مش متثبت قوي. فبالتالي لما يحصل اي شويه حراره بيبتدي على طول على الخامه المحطوط عليها يبتدي يعمل زي نوع من الطباعه، او الابيض يتحول لدرجه من درجات الاصفر. طب يا دكتور هو الاسعار يعني بتاعه الجواكت كمان بالذات في الشتاء بقت صعبه جدا، فكل اللي عنده حاجه عاوز يحافظ عليها، يعني سواء خزنها طلعها تبقى مظبوطه. الجلد حاجه بتقولي من اكتر الحاجات لما يجي يطلعها حتى لو جايبه غالي ممكن الاقيه فرول. او شقق لو ما اتحفظت كويس ودرجات الحراره بتاعته. طيب محفوظه تاني. لازم هيبقى احافظ على الجلد ازاي؟ هو بيبقى متعلق يا دكتوره وكل حاجه، بس بنلاقيه قشر برده او اماكن معينه الحتة دي. أيوة. المناطق اللي هي بتاعت العرق. أوه. علشان هي دي اللي بيتفاعل الجلد معاها. فانا لازم يعني لازم اكيس زي ما قلت الاول، يتفرد على الشماعه كويس قوي. ولو ليه سوستة يتقفل ما يتسابش مفتوح. وبعدين اكيسه كويس قوي، لو انا عندي الكيسه اللي هي بتاعت البدل دي، بتاعت البدل، لا بتاعت البدل القماش البلاستيك، بتاعت البدل وتتقفل. لازم تبقى مقفوله، ما عرضوش للهواء.
الحته اللي من فوق المفتوحه بتاعت الشماعه دي برضو قافلها باي حاجه صح؟ دي بتبقى صغيره يعني دي ما بيبقاش فيها هواء قوي، بعكس ما انت سايباه كل ما انت بتفتحي الدولاب الهواء جاي له، ولو الهواء بقى الجو حر شويه فالسخونه بتروح له بتقفلي الدولاب، السخونه اللي بره بتخش جوه الدولاب فبتتحفظ حوالين الجلد، فبتدي الجلد يتفاعل مع درجه السخونه اللي حواليه. يعني انا اعمل في اي حاجه تانية في الجلد غير ان انا احطه في كيس قماش كده اللي هو بتاع البدل ده؟ بس احافظ عليه بده، ما احطش بقى عليه بارفان عشان بارفانات بتتاثر مع الجلد، بتاثر في الجلد فتبتدي تخليه يقشر او يقطع. ما احطش، في ناس بتحط كريمات على الاماكن اللي هي بتاعت زي ما حضرتك قلت كده الياء او الاساور علشان يفضل الجلد طري. بتدهن الجاكيت نفسه بس المناطق اللي هي معرضه لده، فتلاقي دايما عندي الياقات والاساور تحط كريم، كريم عادي جدا بتاع البشره بتاعتنا يعني ده ما فيش اي مشكله، زي الجزم ما احنا بنعمل كريم الجزم على الجلد الطبيعي كده. والجزم بتحط عليها كريم؟ طبعا. انا ما اعرفش بقى يعني الجزم يفضل ان انت تتنظف ويتحط عليها كريم، ما تحطش عليها ما تورنشهاش. كريم ايه؟ بشره يعني؟ كريم بشره العادي جدا بتاعنا، هيخلي لها اللمعه بتاعتها ويحافظ انها ما تشققش، يخلي الجلد يفضل طري. هي مشكلة الجزم فعلا بتنشف الجلد لما بينشف بيبتدي تلقائيا بقى الجلد نشف خلاص، وصل لمرحلة النشفان كمان شوية بيبتدي يشقق لوحده. طب في نقطة الجزم دي، عشان في مثلا البنات اللي بتجهز العرايس جت فترة تخفيضات وجابوا حاجات الجلد والجزم وتركنت شوية، لو انا طلعت منها حاجة بعد فترة البسها وعلى ما بيجي تيجي تتجوز بتلاقي النعل فك من الجلد والجلد شقق. اقول لك بقى فكرة كويسة قوي، طبقة على الجلد تحط طبقة كريم خفيفة كده كأنها بتعمل إيديها بس على الشوز نفسها، وبعدين تجيب شراب من شرابات الفوال بتاعتنا وتغلف بيها الشوز وتشيلها. بس الشراب يكون بايظ ولا حاجة مش هيجرى حاجة بقى وتفضل تحافظ عليها كده، بتطلعيها كأن انت لابس لسه جايباها جديدة. طب هقول لحضرتك على حاجة حلوة برضو، فدي في الحفظ تبقى مهمة قوي. احنا في الشتاء تمام، لما ان شاء الله يجي الصيف هنبتدي بقى نطلع التيشيرتات، بنلاقي التيشيرتات اتنقرت كده، ده ايه؟ ما دي بيبقى نوع من انواع زي ما نقول ايه، فطريات او بكتيريا موجوده، ويبقى تيشيرت نوع خامه غاليه وما اعرفش ايه والكلام تفاعل ده معاه. ما انت كمان الدواليب بتاعتنا لازم تتهوى برضو، فكره ان انا بخزن جوه الدولاب بفتحه اخد الحاجه وبس، لا كل فتره لازم الدولاب يتفضى كله خالص ويتنظف من جوه ويتهوى، وبعدين ارجع احط كل حاجه عليه. زي ما انا بقعد اطلع معظم الشقق الدنيا والشتوي لازم على الاقل مره في الصيف ومره في الشتاء اعمل العمليه دي، فضي الدولاب نهائي وانضفه كويس قوي وابقى هويت الدولاب زي ما بيقولوا وشلت الحاجه منه وارجع ادخل الهدوم تاني. هل نوعيه القصد ان افضل احط الحاجه على بعض بدون تهويه؟ لا بتاثر. نوعيه خشب الدولاب ليها علاقه باي حاجه؟ لا لا لا، لان خشب الدولاب من جوه اوريدي بيبقى معمول له طبقه عزل. الخشب نفسه معالج بيبقى مدهون، مدهون واخد فلاط من جوه، في خشب طبيعي في خشب اللي هو الصناعي في مش برضو كله واخد فلاط من جوه فعليه طبقه عزل ملهاش علاقه بده. طب الصوف والفرو يا دكتور بقى، الحاجات اللي انا كنت بقول انها بتعت بقى، نيجي نلاقي الحاجه بقت عامله زي كده قد كده، خلي بالك ان هي لو انت بتهوي دولابك مش هتلاقي ده خالص نهائي، مش هيظهر عندك في الدولاب. اول ما تلاقيه ظهر تعرفي ان دولابك لازم يتهوى، محتاج تهوية، لازم يتهوى. يعني نطلع الحاجه اللي في الدولاب ونفتح الشبابيك مثلا بالظبط، يوم تطلع الحاجه من الدولاب مثلا تبقى فاتح الشبابيك زي ما بتهوي الاوضه، بنهوي دورة في الدولاب كلها مثلا بتساب ساعه ساعتين وتنظف من جوه، يتمسح كويس قوي ان ما فيش اي تراب ما فيش اي حاجه خالص. برضو بيبقى في تراب يخش جوه الدولاب واحنا بنفتح وبنقفل، لازم هتلاقي حتى عملت ايدك كده لازم هتلاقي بعد فتره. طيب يا دكتور لما ننظف ده كده والتهويه بعد كده نرجع الهدوم تاني، هتلاقي حتى ما فيش ريحه في الدولاب، هتلاقي الحاجه كلها خدت تهويه. النفتالين الامهات كانت بتحط زمان النفتالين، يعني تيتا وماما وكل الناس، في ناس ما زالت بتحطه لغايه دلوقتي طبعا، وطالع اللي هو عامل زي الخشب ده الصغير، بس هو خطر قوي للاطفال طبعا، لان هو لو حد عنده اطفال في البيت يفضل بتتحط بالورقه بتاعتها ولا المفروض انها لا دلوقتي في كور كده بتتحط جوه الهدوم بدون ده. ممكن نعمل حاجه تانية، ايه بقى؟ الازاز بارفان اللي هي بتبقى خلصت من عندنا ايوه، نحطها في وسط الهدوم، دي بتحافظ عليها زي الكلام ده، وبتعمل كمان بتطلع الهدوم بتحس فيها ريحه البرفان. في ناس بتجيب برفانات وتخزنها في الهدوم، يعني هي مش مليانه واخزنها في الهدوم. طب ليه مش مليانه؟ علشان الغطا بتاعها لو هي مش محكمه كويس بيطلع برفيوم يسرب، فهيسرب، فهتلاقي بقع صفرة في الهدوم بعد فتره. لا لو محكمه كويس عادي اسيبها في الهدوم؟ ما هي محكمه مقفوله
هتعمل ايه للهدوم؟ مش عارف. طب انا هسال حضرتك على حاجه تاني. لكن لما تبقى ازازه برفيوم خلصت هي فاضيه خلاص، هتبقى مفتوحه هتطفي الشيل، يبقى لسه فيها بواقي ريحه بتطلع. هيك لما بتطلع تفتح بس ظرف الدولاب كده بتلاقي البرفيوم فيه ريحه برفيوم وريحه حلوه. وزاره التموين النهارده كان عندنا خبر بيقولوا خلاص ان احنا مثلا خلال شهر ولا حاجه في اللي هي التخفيضات والاوكازيون، ما يسمى بالاوكازيون. ففي ناس اعتادت، وده احنا دايما هنا في البرنامج بنشجعهم على ده، ان هم يخزنوا الحاجه للشتاء اللي جاي اساس الاسعار والدنيا والقصه دي كلها، يعني بتبقى الاسعار رخيصه فعاده بيحطوها عادي في الشنطه البلاستيك بتاعها بتتدبس وتترمي في الدولاب. فهل ده صحيح ولا نعمل؟ ده بقى لا خالص، بلاش قصه الكيس البلاستيك، لان الخامات كمان بتاعت شنط البلاستيك دلوقتي ما بقتش زي زمان. الخامه ما بقتش بنفس الكواليتي بتاع زمان. فلا انا افصلها خالص، انا اطبقها زيها زي الهدوم واشيلها. لكن كيس بلاستيك ممكن يتفاعل مع الخامه. ايوه واحنا اتفقنا نحطها في قماش. حضرتك اتكلمتي على كيس القماش الافضل من كيس القماش احسن، او الاكياس اللي هي مضغوطه اللي انت بتحطي وتشفطي منها الهواء. بس دي نوعا ما اسعارها غاليه برضو، خلينا عشان المتاح اللي في ايدينا. فالمتاح اللي لينا ان انا عندي حتى اللي مش هتقدر تشتري كيس قماش نعمل ايه؟ عندنا هدوم قماش كتيره قديمه مش بنستعملها. ست البيت الشاطره تقدر تقصها وتركب لها سوسته وتعملها زي كيس، او تركب لها بدل الشنطه تحط لها كوتش اللي هو بيلزق على بعضيه وتستعملها كاساس تخزن فيها الحاجه وتشيلها. يعني في طرق كتير، طرق كتيره قوي مش محتاجه ان هي تصرف تكلف. طب يا دكتور بندور على الحاجه الارخص دلوقتي اللي باظت مننا. يعني حضرتك طبعا يعني ايه واخده الجائزه كبيره في فكره ان انا اعيد استخدام او تدوير اي حاجه باظت مننا. احنا بقى بنلاقي المنظر ده بنكتئب ومشكلها وعلى هلبسها ازاي وبروح ارميها خلاص. ليها حلول كتيره جدا. زي ايه؟ وفي الهدوم بقى نقدر ازاي؟ اتفضلي. احيانا بتحطي الهدوم في الغساله وتطلع فجاه تلاقي فيها بقع لون ما تعرفيش جت منين. أيوه. ومنتشره جدا الفتره دي في جميع الغسالات وجميع البيوت. انا واحده من الناس بلاقيها ما بقاش عارفه غير مسحي الغسيل. بصي ما حدش عارف السر، يقول لك الغساله نفسها في مشكله. أيوه. المسحوق مش عارف الحاجات دي بنعمل ايه فيها؟ ما هي بقعه يعني معناها حتى حمي. هتتركن. لا 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 خالص. لا ممكن يبقى عندي اي قطعه تانية من تيشيرت من بلوزه من اي هدوم قديمه انا مش بلبسها، شكل ممكن اقصه واركبه عليها واطرس حواليها. ممكن البقعه نفسها اعمل لها كان هي بقت ديزاين في البلوزه وابتدي اشتغل حواليها. يعني اسيبها بلونها واطرس حواليها واطرس عليها. ممكن تعملي حاجه تانية، ممكن تجيبي شويه كلور وتكرمشي في التيشيرت او البلوزه بشكل معين انت عاملاه وتحطيها في كلور، فهيطلع كان هي مطبوعه ودي هتروح فيها فيبقى كان انت قصده هي مش باينه البقعه بس بشكل عشوائي كلها. بالظبط زي في بلوزات احنا بننزل نشتريها كده. ايوه طبعا. ممكن حلول ثانيه ان انا بقى عندي هدوم ثانيه خالص قديمه في البيت ما بنلبسهاش او خلاص صغرت على الاولاد مش هنستعملها، بنقصقصها حسب بقى الشكل اللي انا عايزاه. ممكن اعملها مربعات وارجع استعملها تاني، فيها رسمه اقطع الرسمه اللي فيها قصها وابتدي اخدها على حاجه تانيه اعملها، ادخل خامات من اللي حواليا يعني مثلا ادخل اكسسوارز قديمه عندي تروس الساعات، ممكن اخد تروس الساعات واركبها بيبقى شكلها تحفه. ممكن اركب حاجات معدن، اي حاجات معادن من الموجوده عندي. احنا كتير بيبقى فيه فردة حلق ضاعت وعندنا واحدة واحدة، لا ممكن احطها في بلوزة ممكن تحطيها فيها. الصوصات بتاعت الشنط واللبوات بعد البوت ما بيبوظ بترميه. بالظبط. والشنطة لو باظت بنرميها. أيوه. يبقى فيها صوصات وفيها اكسسوارز انا ممكن اخلع كل ده واستعمله. جيب الشنطة نفسه لو انا عندي شنطة الجيب بتاعها مميز ممكن اقصها وارجع اركبها في بلوزة او جاكيت تاني. يعني عارفة تبديل وتوفيق. المهم يعني انا كان مشروعي اساسا قائم ان انت ما بترميش اي حاجة. اي مهما اي حاجه ما برميش. زي البنطلون كده يقصه يبقى شورت يبقى سكيرت يبقى مش قماش بس، لان انا عامله اكسسوارز وعامله ملابس وعامله قطع للديكور. اي حاجه حضرتك تتخيلي خردة السيارات بالاحذيه بتاع حضرتك بتعملي فيها ايه؟ هي خلاص ادمت انا كده كده مش هلبسها ومش عايزها. باخد النعل بتاعها بس شغاله عليه. يعني بس مش عايزها بعمل فيها ايه بقى؟ حتى لو اتقطعت اخلع الوش من على النعل. والنعل اوريدي انا عندي المقاس بتاع النعل. بنبني عليه شكل جديد او بنحط اشكال تانية على الشوز نفسها فبنغير شكلها حتى لو هي اتقطعت او الجلد بتاعها شق او حاجة. بنرسم عليها ونلون او نركب عليها حاجات جديدة فبقت شوز جديدة تماما مش موجودة في ولا محل، هي بتاعتك انت بس شكلها بتاعك. جديد ومحدش يقولك يعني محدش هيشوف العيوب اللي فيها. والالوان اللي هي الرسمه على الجلد موجوده في المكتبات سهل جدا. والخامات التانية اي حاجة عندنا، يعني ايه انا من الناس ما برميش اي حاجة حتى في ادوات المطبخ ما برميش اي حاجة.
طبق صيني اتكسر بنقصه نعمله ناخده نعمله احجار ونركبها في الخواتم. الكاسات الكوبايات كل ده مش لازم الواحده تكون فنانه ولا متخرجه من تربيه فنيه ولا لا 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 خالص والله بالحس لمسه كده بس بتثبت يعني تعمل. عايز اقول لحضرتك مثلا يعني مثلا انا الجاكيت بتاعي حصل فيه قطع حرمي الجاكيت بتاعي كله والاسعار بقت دلوقتي نار لا هشوف له حلول هجيب اي قطعه من قماش تاني من جاكيت تاني من شنطه من سجاجيد حتى سجاجيد لما بتبوظ انا ما برميهاش بقطعها اعملها شنط ده يا دكتور احنا لازم نقابل يعني حضرتك مره لازم يبقى عندنا كمان ان احنا الحاجات دي معايا بقى مره الجايه ان احنا لازم يبقى عندنا برضو قصه ان انا مش الحاجه ادمت ارميها ايوه احنا لازم يبقى عندنا يعني ما يبقاش عندنا فائض عشان الموارد بتاعتنا نحافظ عليها. الحاجة التانية نساعد بعض ان احنا نبقى عندنا حاجات نقدر نعمل منها منتجات جديدة جوه بيتنا بدون ما نكلف نفسنا حتى لأولادنا. يعني احنا ممكن ناخد بلوفر بتاع ولد صغر نقطع منه حاجات نحطه في بلوفر تاني ممكن نعمل ميكس ما بين تو بلوفرز كده يعني. بنتمنى يا دكتور نقابل حضرتك مرة تاني. انا بشكرك جدا استاذة الدكتورة وهاد سمير استاذ تصميم الملابس والحلي بالمعهد العالي للفنون التطبيقية والفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكي. بشكرك جدا يا دكتورة. شكرا لكم وشكرا لكم كل سنة طيبين هكتبها على بعض المرة الجاية بقى بالمنتجات عشان إن شاء الله. شكرا بنشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة. بكرة إن شاء الله 9 الصبح لقاء جديد ويومكم جميل. صباح الفل.